يا ترى يا زينب انت دلوقتي احساسك ايه؟ يا ترى هي بتعيط بحرقه ولا واخده بنتها في حضنها وعماله تبكي؟ في حاجه اسمها طفاصه، فراغت عين، هل هو وصل للمرحله دي؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم، الايه في سوره النساء. يا مساء السعاده بكميات زياده، عشاء ومدمنين وجودي ميمي يحييكم. الدخله دي بقولها في كل الفيديوهات في كل مره، بس وانا سعيد وانا مبسوط. للاسف المره دي بقولها وانا متضايق لاني صحيت على خبر يضايق اي حد. احمد حسن اتجوز على زينب مراته. احمد حسن يوتيوبر مصري بيعمل فيديوهات ومتجوز زينب محمد ومخلفين بنوته زي القمر اسمها ايلين. الناس متابعاهم من ايام ما كانوا مخطوبين، عاشوا مع بعض قصه حب واتجوزوا وخلفوا، والمفروض ان هم عايشين قصه تكمل عشرات السنين بكل سعاده ومتعه. للاسف صحينا النهارده في اخر شهر يناير 2020 بنبص لقينا احمد حسن متصور مع بنت لابسه فستان فرح وهو لابس بدله وبيقول لها مبروك يا حبيبتي وسعداء مع بعض وجوازه تانية وما نعرفش عمل ايه مع زينب. كل الناس عماله تبعت لي، انا عن نفسي اتصدمت. احمد المفروض راجل محترم ومراته ست محترمه وبيحبوا بعض ومخلفين طفله وان شاء الله هيجيبوا طفل تاني، ومره واحده احمد يصدمنا الصدمه دي. الناس كلها بتبعت لي بيقولوا لي احنا مش عارفين نتواصل معاك. انا بقول لكم عشان نتواصل انزلوا اشتركوا في القناه محمد حلمي، هتلاقوا اسمي محمد حلمي على فيسبوك يوتيوب انستجرام، محمد حلمي فقط بالعربي او بالانجليزي، وهتعرفوا توصلوا لي. فاي حد عايز يبعت لي اي مسج اي رساله يبعت لي على انستجرام على محمد حلمي ميمي على انستجرام، هتبعتوا لي وهرد عليكم وهقول لكم انا قدرت اوصل معاه لايه. الناس من الصبح عماله تبعت لي رسائل وناس بتتصل بيا، يا ترى نوصل لاحمد حسن ازاي؟ اللي هو عمله ده صح ولا مش صح؟ حقيقه ولا مش حقيقه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. اهم حاجه زي ما قلت لكم، عايزين تتواصلوا تاني او تبعتوا لي تاني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لكم كل ما هو جديد، لان انا مش هسيب الموضوع. انا هلبس دلوقتي وهروح لاحمد حسن، والله انا بصوا يعني لبست وبكمل ونازل، هروح لاحمد حسن دلوقتي وهعمل لكم ستوريهات على محمد حلمي ميمي على الانستجرام بتاعي. خشوا ابعتوا لي دلوقتي واعملوا لي فولو على الانستجرام عشان هوريكم كل ستوريهات. مش ما عنديش وقت انزل فيديوهات تاني، انا عايز انزل ستوريهات عشان نشوف زينب وصلت لايه، احمد عمل كده ليه، ايه اللي وصله مرحله زي دي بعد حب واحنا كلنا متابعينه وعشناه. ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله. ايه الكلام الانجليزي ده؟ هترجمه ازاي؟ ومضايق نفسك ليه؟ نزل على موبايلك ابلكيشن يو ديكشنري، افتح الابلكيشن حط الكلمه اللي انت عايزها، هيجي لك الترجمه من الانجليزي للعربي لاي لغه انت عايزها، وتنزله من على اب ستور او جوجل بلاي. شغل عالي. وايه دي؟ لا دي عشان السسبنس. طب دي ورقه كلها كلام انجليزي، لسه هقعد اكتبها على الابلكيشن عشان اترجمها؟ وتتعب نفسك ليه؟ عندك ابلكيشن يو ديكشنري حاطط خاصيه ان انت تقدر تصور الورق اللي انت عايزها، تختار الكلام اللي انت عايزه وترجمه من اللغه للغه ثانيه. امسك رجلك والسسبنس. يو ار هاندسم. ايه ده؟ انت بتشتميني؟ روح يا شيخ ربنا يسامحك. هي بعتت لك هاندسم؟ اه. وانت فاكرها بتشتمك؟ امال ايه يعني؟ ما قلت لك استخدم ابلكيشن يو ديكشنري، تقدر تترجم المحادثه اللي بينك وبينها وتغير من اللغه للغه اللي انت عايزها من جوه الواتساب بتاعك من غير اصلا ما تخرج وتدخل على ابلكيشن تاني. عن اذنك. ايه ده؟ امسك السسبنس. فين؟ صحيني بكره عندي شغل. باشا تعال هنا. اكتر شيء يخليك تستغرب ان اتنين يكونوا بيحبوا بعض قوي وعشرة قوي وظاهرين لك بشكل واضح ان هما بيحبوا بعض كده وفي الاخر يحصل بينهم ازمة. دي بقت مصيبة ما تفهمش، ده حادث للجيل كله بيحصل له. هل الواحد بيلاقي نفسه فترة وعايز يغير؟ يعني كان عندنا مش عارف ابو تورتة وبعدين ابو فيونكة وبعدين هيبقى احمد حسن وزينب. انا مش فاهم. احمد حسن خد مراته الجديدة طلع بيها بالعربية، راحوا على بيت اتصوروا فوق سطوح وراحوا اتصوروا قدام مراية، المراية دي في بيت اخوه. انا عارف، فمعنى كده ان احمد حسن ما عملش الموضوع بس وفاجئنا كلنا، لا ده اهله عارفين، اخوه عارف. انا بحاول اتواصل مع احمد حسن ما بيردش، وبنحاول كلنا نوصل له ما بيردش. كلمت اكرامي قال لي لازم نروح له، مش عارفين نروح له فين. كلمناه عند محمد قال لك لا ده نزل. احنا مش عارفين القصه ايه، ازاي تقدر تاذي البنت واهلك موافقين ولا لا؟ وبرده ما نقدرش نجزم، في ناس بتبعت لي تقول لي مش يمكن مقلب، مش يمكن بيهزروا. انا مش عارف اوصل له، مش عارف اعرف التفاصيل دي جايه منين، بس انا هروح دلوقتي وهوريكم ستوريهات على انستجرام عندي على محمد حلمي ميمي، تعالوا نشوف كل التفاصيل، بس عايزين قبل ما نشوف ده نوزن الموضوع بشكل مجمل، هو ليه الشباب بقت تعمل كده في البنات؟ يعني ليه يظهر عندنا ابو تورته؟ يظهر عندنا ابو فيونكه؟ يظهر عندنا ابو جلامبو؟ كل شويه واحد يطلع يأذي شخص ويرجع تاني، وبعدين دي الناس اللي كمان يعني خدت خطوه لقدام، ده راح وخطب ورجع في خطوبته، راح واتكلم ورجع في كلامه، في بقى راح واتجوز، هل بيرجع في كلامه هو كمان ولا ايه؟ احنا مش عارفين. معنى كده انا ليا بقى صاحبي
يبقى يرجع اسهل، ما طالما اللي خطب وراح وتقدم وكلم الناس رجع في كلامه. بالك بقى اللي لسه معشم حد ولسه ما بدأوش في العلاقه، المفروض ان المراه دي مهما كانت كائن عاطفي. حتى النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال رفقا بالقوارير. القوارير يعني ايه؟ باللغه العربيه الفصحى كلمه قاروره زي قاروره ماء، اللي هي زجاجه كده بتاعت المياه. الزجاج بيبقى رقيقه من جوه، لو مسكتها كده هتلاقيها رقيقه، لو لمستها تتكسر بالجامد، فانت تستعملها بشكلها الجمالي ولكن رفقا عليها. عمرك ما هترمي الازازه وتخبطها في حيطه ولا تسيبها تقع منك على الارض، لازم تحافظ عليها. فتخيل جمال الكلمه لما يقولها النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لك رفقا بالقوارير، فشوف جمال التشبيه عامل ازاي. النبي اللي ربنا ارسله عشان يهدينا ازاي ان احنا نتعامل في حياتنا وفي دنيتنا، وازاي تاكل وازاي تشرب وازاي تشتغل وازاي تتعامل مع اسرتك وازاي تتعامل مع اولادك وازاي تتعامل مع زوجتك. سمى الزوجه قاروره رفقا بالقوارير. قوارير دول اللي هم يعني حاجه من جمال بساطتها ناعمه ورقيقه، بس لو لمستها تتخدش ولو زودت عليها تتكسر. وفي حديث تاني هقوله لكم، ويا ريت نركز في الحديث، عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. أنت متخيل المعنى إيه؟ الناس اللي عندها وعي أجوف، يعني مفيش فكر ومفيش ثقافة ومفيش قري، يقول لك ضلع أعوج، يعني الضلع ده مش مفروض، يعني هي المرأة عوجة، يعني يعني يعني، ويعيب في المرأة ومن جهله مش واعي. بس عشان هو مش فاهم ان اعوجاج الضلع هي استقامته، اعوجاج الضلع اللي هو اللي بيحافظ على جسمك، هو اللي بيحافظ على احشائك الداخلية، هو اللي بيديك انحنايات، من غيره ما كنتش هتعرف توطي ولا تتني ولا تحافظ على قلبك. واعوج ما في الضلع اعلاه، يعني اعلى حاجة في الضلع هي اكتر حته معوجه عشان تحافظ عليك اكتر، هو ده اللي يخليها تحافظ وتحن على ضناها وعلى جوزها وعلى بيتها، هو ده اللي ربنا خلق به المراه عندها حنان ناحيه ابنها. فتلاقي الراجل مثلا لو قاعد بياكل كده والطفل جاي من جنبه وعمل حمام مثلا، فتلاقي الراجل يقول لها شيليه شيليه، والراجل يكمل اكله وقرفان، انما الام تلاقيها قامت ونظفت وساعدت الطفل وراجعه بتاكل بايد تاني. وربنا خلقها كده، خالقها بتحافظ على البيت كله، هي كيان البيت ودفى البيت، هو ده الاعوجاج اللي في الضلع. ازاي راجل بعد ما اتجوز وبعد ما خلف ومنتظر طفل تاني يعمل كده؟ وهل ده صح ولا ده غلط؟ هو قمة الغلط. القرآن والسنة بنمشي عليهم، حياتنا بتنصلح. ايا كان ديانتك، ايا كان وعيك الثقافي، لازم تقرأ تستوعب ازاي تحافظ على خلق الله، وازاي انك تفتح بيت وتبقى قده، وبعدين تدور على حقك التاني. في حاجة اسمها طفاصة، فراغة عين، هل هو وصل للمرحلة دي؟ الله أعلم. مش عايزين نظلم حد ومش عايزين نعيب في شخص حد، عايزين الناس تقرأ عن الدين، تقرأ عن المرأة، تقرأ عن الجواز. ده انت لو داخل انترفيو بتقرأ عن الشركة اللي انت رايحها، لو داخل بالانجليزي بتقرأ عن اللغة اللي انت هتتكلم بيها. قريت عن حقك بس وسمعت وكمان ما قريتوش؟ طب ما انت لو قريت هتعرف ان هو ربنا خليلك انك تتجوز مثنى وثلاث ورباع، ولكن عمرك ما هتعرف تعدل، ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم. الايه في سوره النساء بتقول كده. يا ترى رد فعل زينب ايه؟ يا ترى احساسها دلوقتي ايه؟ انكسارها، الناس اللي بتقعد تبعت لها رسائل، انت عملت فيها كده ليه؟ يا ترى هي بتعيط بحرقه ولا واخده بنتها في حضنها وعماله تبكي؟ ايه اللي خلاك توصلها لكده؟ مش خايف عليها؟ خاف على بنتك. مش خايف على بنتك، خاف على بيتك، خاف على الناس اللي بتقلدك وبتتابعك وبتحبك. يا ترى يا زينب انت دلوقتي احساسك ايه؟ وهل هتتنازلي تاني؟ هل انت موافقه على ده؟ حابه ده؟ اهلك ساكتين؟ هل عارفه تجيبي حقك ولا مش عارفه تجيبي حقك؟ احنا عايزين نعرف انت عملت كده ليه يا احمد يا حسن. كل جديد هنزله هنا على قناتي محمد حلمي، هصور الاستوريهات على انستجرام وهعمل فيديو تاني على محمد حلمي، ممكن بالظبط ساعتين وتلاقيني جبت لكم كل التفاصيل وكل الاخبار، ونعرف هل هو بيعمل كده عشان نفسه ولا عشان في مشكله اصلا ما بينهم. ربنا يا رب يهدي كل الامور ويهدي كل الناس على بعض، ويبعدنا عن مشاكل وعن رجالة بتخلى بالستات اللي معاها وما بيقدروش النعمة، وان المرأة شيء عاطفي لازم تحافظ عليها. فربنا يا رب يسامح كل واحد ظلم واحدة، وربنا يا رب يعين كل واحدة اتظلمت من راجل استغل قوته وقدر يقسى عليها. تابعوني محمد حلمي وبعتولي انستجرام دلوقتي فولو، واستنوا الاستوريهات على الانستجرام. سلام يا منتخب ميمي.